محمد صلاح فخر العرب، يخون الأمة العربية ويخون العرب. لماذا؟ لأنه كتب تويتة قال فيها: إنه يوم حزين بالنسبة لنا. نعم، قالها بكل عفوية لإنسان يعيش في بلد ماتت ملكتها، لكن هناك من له رأي آخر. لاما سهل، كيف إلك قلب تنزل هيك منشور عندك؟ محمد صلاح اللاعب المصري يلي بيمثل كل مصر بالدوري الإنجليزي عم بينزل منشور ويعز الملكة بكل فخر بكل اهتمامية، وكأنه ناسي إمبراطورية هذه المرأة شو عملت ببلده من قبل. صلاح، أنت جننت الأم المصرية والعربية بعد هالمنشور؟ يا أخي مصروع حسابك، إذا واحد أجنبي يوناني عم يكتب لك هالتغريدة لحتى يوعيك وأنت ولا هون. صلاح، المجازر يلي صارت قبل ببلدك مين سببها؟ مجازر بوسة عيد وغيرها، مين سببها يتقبر قلبي؟ شكلك ناسي، بس حتى لو ناسي في مين يذكرك من بعد ما نزلت المنشور وضليتك فيه وما شلته ابدا من الصفحه؟ روح شيله هلا يا صلاح، لانه اقسم بالله هلا مصاري وعم تدمع عيونه من ورا المنشور اللي نزلته. والله نزلت من عيون المصاري ومن كل العرب، لك انت منك مجبور تنزلنا. شوف ثلاث ارباع اللعيبه العالميه اللي بيلعبوا بانجلترا وهن انجليز ما نزلونا. شو انت جاي مبسوط بحالك عم تنزلنا؟ فكر انه ابنك بكره لما يموت انت حصير ملك بريطانيا؟ كلمه فخر العرب صارت ثقيله عليك يا صلاح. روح شوف ابو تريكه، والله العظيم ابو تريكه يا اخي خلص لا يقارن فيك، خلص لا يقارن فيك بكل معنى الكلمه. محمد صلاح يتعرض إلى حملة شرسة منذ أيام الآن على تويتر من طرف من؟ من طرف من أجدع شنب فيهم، يتمنى تأشيرة إلى لندن باش يزور لندن. حلم أي عربي يسمي صلاح فخر العرب أنه يعيش لاجئ عند الملكة التي أصبحت تسمى عند العرب والشعوب العربية ارحلوا عند ملكة لا يظلم عندها أحد، ما عدا ربما السعوديين القطريين والإماراتيين، ما عدا ذلك كل العرب يتمنون العيش ولو لاجئين عند الملكة التي عز فيها محمد صلاح، والذي يعرف جيدا قدر هذه الملكة التي صنعت بفضلها صنعت هذا البلد العادل اللي محمد صلاح أصبح فيه مليونير وأصبح من أشهر المشهورين في العالم وأصبح تعرف آخرة محمد صلاح كان يكون فين لو بقي في مصر في بلده؟ أخرجته رايح يكون لاعب في الزمالك والرئيس النادي نتاعه أقدر ما أنجبت مصر مرتضى منصور، ويمكن يكلمه في الهاتف ويقول له في أمك وفي أبوك. تعرفوا أن محمد صلاح كان حلم حياته عندما كان في مصر أنه يلعب في الأهلي أو في الزمالك؟ تعرفوا جاوبوا عليهم لما عرضوه على الزمالك وعلى الأهلي؟ ده ابن الفلاحين. محمد صلاح كان يرى فيه أولاد بلده أنه لاعب يعرف غير يجري، سريع فقط. عندما راح عند الناس الكفار الإمبراطوريات التي قامت على الحروب وتكسير وتدمير وتدمير وتدمير، لماذا لم تزعلوا عندما وقف مع السيسي أو أوقفوه مع السيسي في حملة ادعم وطنك ولو بجنيه؟ الملكة أنجحت بلدها، الملكة جعلت في بلدها دوري يسوى الملايير. محمد صلاح واحد من يأخذون 2 مليون دولار في الشهر. محمد صلاح يعيش عيشة الملوك في بلد الملكة التي لا يظلم عندها أحد. لم أقلها أنا، قالها بل بعض العرب الذين يريدون العيش في هذا البلد ولو لاجئين. آه يا منافقين، آه من نفاقكم، أوجعنا نفاقكم. محمد صلاح ابن أصول، محمد صلاح عندما كتب ما كتب هو ابن أصول، يعرف جيدا أنه مواطن يعيش في بلد قدره وإن قدره البلد
تاع المؤسسات الذي عملته الملكة. يأتي من يحلم يحلم أجدع شنب فيك يا عرب، ونعود نقولها ما عدا السعوديين ربما والإماراتيين والقطريين حاليا، أجدع شنب نقولها بالمصرية باش يفهموني من ينافقون ويتشعبون، أجدع شنب يحلم أنه يعيش ولو لاجئ. وتكلم على كل العرب، كل العرب بدون استثناء. لماذا؟ لأنه يحكمهم من قتل. ألم يقتل السيسي الشعب المصري؟ ألم يسجن السيسي الشعب المصري؟ ألم يجوع السيسي الشعب المصري؟ لماذا لم تغضبوا حينها؟ لماذا لم تغضبوا حينها يا شعبويين يا منافقين؟ فخر العرب يا صلاح أنت ومحرز. عندما يعيش الإنسان في بلد العدل والحرية والديمقراطية، أين يصعد؟ أين يصعد بقدره؟ على مستوى قدره لتم يكون مواطن صالح ويحاول رد الجميل على الأقل في العزاء. سلام.